صافي ليا ماشي شي ملي خويا يدخل دارك على السبعة تاع شويه يدخل دارك خويا اخر ان دار خويا سينو تاخذ معك اجراءات اطلع للدار خويا امني ولايه عين تيموش انت جميع الامكانيات الماديه والبشريه من اجل تطبيق هذا القرار كذا اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المخالفين في حين تسهيل جميع تقديم جميع التسهيلات بالنسبه لحاملي الرخص رخص التنقل